بتسأل ليه؟ يعني دايس انت الدنيا هنا شبر شبر وعارفها كويس ها؟ تقريبا. سيد انا مش فاهمك، ما تسألني على طول على اللي انت عايزه. بقولك ايه؟ شفتش هنا عربية شروكي سودا كده متفهمة في القرية؟ باين. باين؟ لا باين انك بتصيع. انا هصيع ليه يا سيد؟ عشان انت عارف ان هي دي العربية اللي ضربت اشرف الله يرحمه. اديك قلت يا سيد، الله يرحمه. يعني ايه؟ يعني الحقيقة بقى من الميت يا سيد. العربية دي بتاعت مين؟ مش بتاعت حد. تاني؟ تاني هتصيع ارنولد؟ اهدى بس يا سيد، العربية دي انا شفتها مرة واحدة وكانت صدفة. اشرف بيع مالك يا اشرف بيع؟ لا حول الله يا رب. يعني ايه؟ عربية سليمان هي اللي ضربت الضابط اشرف؟ في ايه بين سليمان واشرف بيه؟ معرفش يا سيد ومش عايز اعرف. يعني ايه مش عايز اعرف؟ انت مش هتبلغ؟ ايه؟ ابلغ؟ اسمع يا سيد، انا في داركم لحم، عندي عيال عايز اربيهم، والعيال دي لا بتاكل تراب ولا بدفع مصاريف مدارسهم تراب. وانا ما صدقت اتثبتت في شغلانه يا سيد، والمثل بيقول الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح يا صاحبي. وانا مش مرشد للبوليس، داخليه هتعرف بطريقتها، انما انا لا شفت ولا سمعت. ومات الكلام في السكه دي يا صاحبي. فهمت بقى يا ابو اليزيد، انت لازم تكون موجود بكره، ما انت الوحيد اللي بيعرف يهندل الحسونه ده. أنا أصلي مش ناقص وجع دماغ. سلام. ريحتي وارتحتي. اتفضل أبو العز باشا. اسبقوا أنتوا بالحاجة على اليخت، هتلاقوا سليمان بيه مستنيكوا هناك. انجز يا بورعي. ماشي يا ابو العز باشا. مش كنا استنينا شويه لما نعرف ايه النظام؟ نظام ايه ويحزنون ايه اللي بتتكلم عليه يا عم حسوده؟ الراجل عازمني على الغدا عنده في بيته، وسليمان مكلمني قدامك في التليفون وقال لي ابعتوا لي الفلوس على اليخت، انا مستنيها هناك. يلا يا عم ادخل. يا رب يا ساتر. خش يا حسوده. شايف؟ الله الله الله. طب ما المتر موجود اهو. امال يعني ما جابلناش سيره انه هيبقى موجود الليله دي؟ عشان تعذرني لما الفار يلعب في عبي. قلت لك دول بيبصونا لبعض، هات وخد، وبيقسموا مع بعض اول باول. ايوه حسونا، بس الحق يتقال، شغل على ميه بيضة. كفايه ان فلوسنا بتطلع على حساباتنا بره وفي ميعادها، ودي حاجه ما بقتش بتحصل في الايام الغابره دي يا حسونا يا اخويا. الله، انتوا واقفين تعملوا ايه عندكم؟ ما تتفضلوا. شايف الضحكه الصفراء اللي على وشه؟ لو ضحك لك ضحكه صفراء اضحك له انت ضحكه برتقاني. خليك هولندي في الحاجات دي، لما يفهم ان انت بتغاب عليه هيكش. برتقاني كده؟ لا اتغاب اكتر. ايوه خليك ثابت على الغباوه دي. خش عليه. وسيد قال لي ان مفيش غيرك ممكن يشوف لنا حل. بس كده الحكايه معقربه شويه. وهي لو مش معقربه جينا لك ليها برنس المحاماه. ماشي يا سيد. اتمسك فين بقى بالظبط؟ هو حضرتك ما كنتش مركز معايا؟ في المطار حضرتك، في المطار. يا ست البنات انا في قمه التركيز ومركز معاك. انا عارف ان اتمسك في المطار، بس المطار ده عباره عن اجزاء، من المكان اللي بتركيني في العربيه للمكان اللي بتاخده منه الطياره وتسافري، عباره عن اجزاء. اللهم صل على النبي. جهبذ حج لا مش سهله خالص، ده لسه معرفش، مش فاكره بالتحديد. لا لازم تركزي، لو عايزه تاخدي مني راي نهائي لازم تركزي. ايه ده انت بس ما توترهاش، ركزي يعني ركزي. تقريبا في كافيه جوه المطار. في كافيه. شفت؟ كافيه جوه المطار. طب عايزين ايه بقى مني بالظبط؟ نعم. يا نهار اسود يا منيل، انت اتحسدت ولا ايه؟ عايزين نخرجه يا عبقري. يخرج؟ لا صعب، يكاد يكون مستحيل بسبب التكلفه العاليه طبعا. بصي انا اول ما قال يا كات دي قلبي مرتاحش، هو عشان الست هانم يعني محترمه وطيبه، هنقلبها في الفلوس. يلا نشوف معامل تاني. ثواني بس يا سيد. ثواني ايه؟ ده محسسني انه بيعمل قلبي مفتوح. ثانيه واحده بس. طيب ممكن نعرف طلبات حضرتك ايه؟ نص مليون جنيه يا ابن النصابه. طيب وحضرتك مش شايف ان المبلغ اوفر شويه؟ معلش مش فاهم. اوفر كتير يعني؟ اخلص. كتير زياده عن اللزوم يعني. يا ست هانم اساسا الموضوع اوفر. طب ما انت عارف اوفر اهو. ماشي يا سيد. أنا لما سيد كلمني افتكرت إن الموضوع بسيط، عايزين واحد يشيل قضية عن ابن عم حضرتك ياخد له فيها سنة سنتين، الموضوع هيكلف 100 150 ألف جنيه، لكن اللي اتحكى لي ده صعب.
صعب يا سيد، واحد مغير شكله واتمسك بجواز سفر بالشكل الجديد باسم مختلف وتقولوا له خرجه؟ لا لا لا، انا سهل عليا اطلع ابره من كوم قش من ان اطلعه من القضيه. يعني افهم من كده انه في حل؟ كله بامر الله، بس الاول نتفق على السعر. جهبذ ما توحدوه. لا 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 لا، ما تصلوا على النبي يا اخواننا كده. يا سلام، من ساعة ما جعنا الاكل ما حدش حتى استفنحنا بكلمه ولا بدأ بحرف واحد، لكننا بناكل سد الحاله. الحقيقه حلاوه الاكل خلتنا ملهيين فيه، وبعدين ما حدش غريب، كلنا اخوات في بعض، يعني المصلحه واحده. ايوه المصلحه. الله ينور عليك يا استاذ الاساتيز وجاهز الجهابيز. اهي المصلحه دي بقى يا سالم باشا، احلى كلمه خلقها ربنا. احنا عندنا افكارنا لمؤاخذه لما بيبقى فيه سبوبه حلوه الناس هتترضى منها كلها وتسترزق وتروح بيتها مرضيه بنسميها المصلحه، وطالما في مصلحه يبقى لازم النفوس تتراضى وتتراوق، ولو في شويه لبن اتعكروا بنصفيهم. وطالما في بيننا مصالح يبقى لازم نتصالح. انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه يا ابو العز. انا شخصيا مش شايف اي عكاره ومفيش في ضمير اي حاجه ناحيه اي حد، بدليل ان انا بجدد اكل العيش والملح من تاني عشان لو في اي سوء تفاهم يبقى عفى الله عما سلف. ورسمته ايه بقى الكلام ده دلوقتي؟ ما احنا كنا حلوين. ما هو اللي يعفي يا سالم بيه في ايده انه يجازي. جرايح السنة بيه، نزل الدنيا شويه من على صدرك علشان تعرف تتعامل، صفي ضميرك ونيتك. سالم بيه كل اللي يقصده ان احنا نرمي الخلافات ورا ظهرنا وبنجدد المعامله بالعيش والملح، اللقمه الحلوه تجمع مش تفرق. يا عم لا ايه ما بقى، بوس ايدك وبلاش تركب وش الحمار اللي مضيعنا ده يا اخي. الله، ما تاكل يا حسونه. قول يا عم، خد يا اختي كميله اهو، يا اختي كميله، يا اختي يا اختي كميله بطه، ده بلاعه يا عم نازله في بقه. ايوه كده يا اخي، فكها بقى. جرايح يا حسين، واحنا في سوق جمله كل شويه نرفع بالسعر 5000 جنيه لحد ما يرسي علينا السعر. اقول لك 500000 جنيه تقول لي لا خليهم 200، اقول لك ما ينفعش يا سيد تقول لي خليهم 205، اقول لك ما ينفعش يا سيد تقول لي خليهم 210. لا 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 يا سيد، هنا مكان محترم وانت مع محامي محترم مش سوق جمله. جهبذ جهبه حجه في القانون، ها؟ بس عيبه انه خلقه في مناخيره. خلاص يا استاذ هنسيب لك انت موضوع الرقم ده، بس اعمل يعني خط اللي مجيتنا من اخر الدنيا وشفعت ليها. عايز ديسكاونت يا سيد؟ ماشي ماشي يا ابو السيد، 5% ليك و3% عشان خاطر الهاني و2% اللي باقى منه. امال فين 5% ضريبه ملاهي دي معروفه؟ خلاص خلاص، هاخد 450000 جنيه على دفعتين، الدفعه الاولى قبل ما احط ايده في القضيه والدفعه الثانيه قبل ما يخرج منها ان شاء الله. حاويت قوي. قلت ايه يا هاني؟ هتصرف وهرد عليك. طب ينفع شيك؟ افندم شيك زي اوفر. ينفع 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 يا فندم، وانا هبقى اجيبه له. طب يا ريت يا هانم خلي ابن عم حضرتك يعمل لي توكيل عشان اعرف اخرجه. هيعمل لك توكيل ازاي وهو في الحجز؟ يا استاذ يا استاذ مش عايزين نعقدها، يعني اللي هيخرجه من بيت جحا ده مش هيغلب في توكيل عام قضايا ولا ايه؟ معلش نسيت، لا يفتى ومالك في المدينه. مين مالك؟ والله ما اعرف، لكن واضح ان ده الراجل اللي هيعمل لنا التوكيل. انت مالي ايدك من الراجل ده يا سيد؟ طبعا يا فندم، هقطع عيش بايدي يعني هعرض نفسي للخطر؟ عموما انا هسلمك المبلغ وهسيب الموضوع في ايدك لغايه ما تشوف حل، وطبعا مش محتاجه احذرك.